وهذا يا مراي مراتي بدايتنا مع روان مي. خلونا على طول نوديها على الليفل 80 نبتديها بحكم الله يا مراي مراتي كيلو الوحب. اقول لكم واتس شيك بيجن، لا تنسوا مبسوطين وان شاء الله بالافضل الافضل. الان على طول نروح نحرق روان مي على ليفل 80. انا خايف انا خايف انا ما ابي اسوي هالامور. اوكي وهذا ليفل 80 وش نوب قشكم عني. قام سلمان خير، شو اللعبه التحجيريه حقتكم ذي يا عم؟ ايش التحجير ذا؟ ما وصلوا ل 80؟ قولوا لي يا اخي وصلوا ل 80، قولوا لي. لا تعطوني روان مي طيب كذا، هو عذاب نفسي هو. بعد تفريم طويل وبعد بوسات طويله وبعد عفسه طويله وحماس وضحك نروح على التريسز. الحين نبتدي برحلة روان مي الحقيقية، عشان كذا احنا فرمنا البوس الاسبوعي عشان نحن نفتح البونس الابيليتيز اللي شرحتها بفيديو الشرح حقي اللي تشوفونه الان بالشاشة. طبعا انتم تشوفون الان بالشاشة لانكم انتم في بث، والناس انتم في نفس الوقت اللي في الفيديو تشوفونه. ها في يوتيوبر اسمه كيلن عنده قناة ديسكورد، اذا انتم ما في الديسكورد تلقونه في الديسكربشن شيء زي كذا. المهم لما تدخلون في قناته حقت الديسكورد شروحات ستار ريل تضغطونها بعدين تشوفون شروحات ستار ريل، بتشوفون الامير كيلن سوى لنا انفوجرافيك. تفتحون الانفوجرافيك يا امرائي وعلى طول كل حاجه عن روان مي مشروحه وبالعربي بسم الله. وهذه اول تريس وصلناها لليفل 8. طيب الان الانفوجرافيك شو يقول لنا؟ الانفوجرافيك يقول لنا ان احنا المفروض نطور الالتيميت بعدها، على طول نروح الالتيميت. هذا هي الالت، وهذه ليفل 8 من التالنت. الان عندنا 8 8 8 يبي لي 8 ويبي لي 8 هنا. 16. A few moments later فتحنا السبيد اللي هنا. بيبي ذاتس سو نايس. طيب هنا كيف تفتح البريك افكت الاخير؟ كم يبي لنا؟ بس تبي 3. ابشر طال عمرك الان يجيك سم سم 3. هذه 3 وهذا يا طويل العمر اللي هذا اللي تبيه. اي هذا سم طال عمرك سم، تفضل. اي روح امورك تمام، بس يلا سمي بسم الله ويلا. ايه نعم ايه نعم، بس كذا اتوقع انا خلصت الامور كلها تمام. اتوقع كذا روان مي طال عمركم وصلناها ل 8 8 8 واحنا خلصنا الان موضوع التريسز. اوف صار صوته حوت. طيب الان اللايت كونز يا امراي نقدر نوصل ليفل 70، وهذا هو الليفل الوحيد اللي بيقعد عليه الان لفتره طويله. لما ان شاء الله يمديني اقدر اجيب الليفل 8. الريليكات الان لو يطلع لنا رول واحد بريك افكت في كل ريليك امورنا تمام. هذا البريك افكت حقنا. اوكي يعني اللي بعدها ان شاء الله. شوف اول شيء نشوف القطعه الرابعه افكت ريزيستنس، ما شاء الله بروكن كيل بطيء شكلي. احلى رولين بريك افكت، رول بريك افكت ليتس جو. الرول اللي بعده از ا بريك افكت. سبحان الله تكبر سنتي يطلع الحين. تستاهلين يا القطعه، تستاهلين تستاهلين. بس والله ممتازه تصدقون؟ لا 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 جد بدون طقطقه بدون طقطقه. اتاك بيرسون بريك افكت نايس والله. انا نسيت اللي المفروض ابنيها على البادي بيس، فخلوني اروح اتاكد من اليوتيوبر ذا اشوف شو يقول لنا هنا. تانك بيرسنت يا اخي الله يسعده يا اخي هاليوتيوبر ذا يسوي لنا انفوجرافيك يا اخي ما شاء الله عليه. تانك بيرسنت يعني ديفنس و اتش بي او اتش بي، هذا اتش بي فيها بريك افكت وفيها افكت ريزيستنس. يا ساتر حلو 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 حلو. لو تطلع لي كمان ديفنس بيرسنت ذا ويل بي سو نايس. كل الرينكات اللي من قبل سويناها ونبغى اتاك برسنت ولا اتاك فلاش وكلهم يطلعون ديفنس برسنت. اليوم ما بنشوف الديفنس، انا متاكد ان اليوم ما بيجيني رول ديفنس برسنت. بريك افكت بريك افكت بريك افكت برو وانا بيلدينج كاف كام نوت ايفن جيتينج اني افكت هيت ريت رولز وات ذا بوي. الحين افكت ريت صح؟ الحين افكت ريت ليه؟ عندي احساس انها بريك افكت. اديله عندي احساس انها بريك افكت، عندي احساس انها بريك افكت. ما عندي ولا واحده فيها بريك افكت. لو تطلع بريك افكت الفرحه العظمى. هذه في احتماليه كريت دمج، يمكن نعطيها دي بي اس بعدين. خلونا نشوف خلونا نشوف خلونا نشوف. يجينا رولات كريت دمج هنا. اهلين تخيلوا كل الرولات كريت دمج. جست اماجن حسبي الله عليك يا مصلح. تخيلوا 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 مصلح يا مصلح يا معوص. But hey that's a good piece though. هل عندي انرجي؟
عندي بريك ما عندي انرجي ما عندي انرجي عندي بريك بكتين بس انرجي ريجنريشن ريت تكمل كل اللي في واحده بس انرجي ريجنريشن ريت شنو يعني شنو ماكس على طول من ابقى من صفر من صفر الى الماكس ما ولا شيء وقفني ولا شيء وقفني تفضل او ماي جود الاتش دي بيرسنت ما عليه فيها ديفنس بيرسنت عالي وفيها بريك افكت اوكي نوت باد طيب الان الباندتري التاثير الثاني ما نستفيد منه ما موجود بس عندنا بريك افكت 193 زائد 20% من البريك افكت داخل بسبة التريس تبعتها مما يعني ان عندنا 213 من البريك افكت اوه لين جابوا الميموري هنا اوكيشن يلا 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 وهذه التجربة الاولى روان مي هلا والله هلا هلا والله هلا يا عمري العلاقة والفخامة بسم الله ليتس جو خلينا نشوف البروكن تيم يا عمري خلنا اتذكر بفاتها واجد عندنا اوفر تون زايد الدمج زايد 64% سلامات يا حبيبي مين برونيا نزل دفاعهم الدمج بدون ما ادخل التحول is so stupid انا انتظر الويب الثاني لا يا كريهين احا طيب خلونا نشوف الان احا يا البفات يا ساتر يا البفات احس حرام استخدمها بذا الويب يا لبي فكرت الاوتوبت حقتها بتكون اسرع نايس يعني اسرع في الانيميشن بسبب ان احنا نلعب اللعبه بسريعه مره نايس بدا يبطون الالتمتات يا عمري يا ساتر لان عندنا اختراق لهذه عندنا اختراق لل مثل ما شرحنا بالفيديو حقه اختراق للدفاع او بوي او ماي جاد او ماي جاد يا البفات جاهزين شغله بروكن يا ولد ايش الشوكيس ذا العظيم اوه ماي جاد 242000 احا اوكي بيجي دور برونيا مع بفات برونيا او ماي جاد ما زالت الالتيميت حقت روان مي شغاله وما زال الدمج زايد ب 64% تو شوتس في السايكل الاولى يا ساتر ما زلنا في السايكل الاولى شوف البيسك حقها كم يشيل من البريك باي برا المفروض ما استخدم السكيل انا يلا يا ساتر يا الدمج جيم والان الشوكيس الثاني لمراه تبع روانمي عندنا التكنيك تبعها وعندنا دبل هارموني 5 ستار ودينا هو اصلا ذا التيم حوثي بس يلا خلينا نشوف البفات اوكي حلو جاتنا الالتيميت يا لبيه يا اول بين ريزيست مان ذاتس سو كول اهلين يا البفات اللي عندنا يا ساتر بليد احسه قاعد يرقص خلينا نشوف البفات اللي عندنا
عندنا سبيد 30% من ايتو برونيا، عندنا دمج 30% من سكيل برونيا، وعندنا دمج بوست من ألتيميت برونيا اي ثينك، وعندنا اوفر تيون 64% من الدمج، وعندنا سبيد 12% من وعندنا الدمج من اللايت كون حق شو اسمه حق برونيا، وعندنا الدمج بوست من اللايت كون من اللايت كون حق شو اسمه روان مي، وعندنا دمج بوست والله ما ادري من وين. عندي دمج بوست ما ادري من وين. I have no idea. Oh my god. اوكي هنا جتنا الباف عشان كذا يمدينا استخدمها الان. استخدم الالتيميت نشوف الدماج نستخدم على البوس مش همنا ذا لانه اصلا مدرع نفسه. مية ألف يا اخي صار لهم بريك سريع الو مان. اي هلا والله صبرك حبيبي كيف حالك؟ طيب قوي والله بطة برونيا طلع قوي الكلب. ماي جاد شوفوا البيسك اتاك كم يشيل من التفنس جيج يا ساتر دام بوي. ويجمع لنا سكيل بوينت سلامات. ايش الهارموني اللي كذا؟ اوكي قلنا هارموني 5 ستار جديد ليميتد بس مو كذا مو كذا مو كذا مو كذا يا هويا بيرس مو كذا. ماي جاد مان شيل وينت ابي اشوف دمج الوينت شير لانه انا زايد عندنا بريك افكت عندي سكيل بوينت للابد هنا عندي سكيل بوينت للابد عندنا ريزيستنس داون الحين الدمج بيزيد اعلى. يو ذيس تيم از سو كول التيم ذا بروكن. او ماي جاد علما ان الاتاك برسنت حقت هو ترى ما يستفيد منها بليد لان هي اتاك برسنت بليد يستفيد من اتش بي برسنت. خلينا نسوي لها بريك ذكريا. خلنا نشوف الوينشير 10000 جلب ريك دمج مرة تالية ما استعدلوا يا ساتر يا روان مي عطلت ادوارهم. او ماي جاد او ماي جاد ما جاهم دور انا الميموري مو هم الميموري انا الميموري انا الميموري الحين مع برونيا مع برونيا روان مي في تيم واحد انا الميموري مو هم. انا الميموري مو انتو